هاد الحكومه تشوف بعين الاعتبار في هاد الانسان اللي خدام مسكين ب 70 درهم النهار، اش غدير ليه هاد 70 درهم؟ واش مسكينه المراه تقول الراجل جيب لي هادي وهادي هادي هادي، الراجل الله يحسن العوال، كنت تشري في الروج كنت تشري بواحد 28 درهم 32 درهم كذا، دابا ولا عندك في الروج ب 60 درهم، تيليكوموند دايره 20 درهم زاد كنا تنبيعها ب 15 درهم وزادت تقول لي مثلا ب 20 درهم، تتشوف فيه تيتألم تيقول لك اخويا راه عندي 15 درهم. اخويا اش غادي نقول لك، هاد الاسعار اللي طلعات اخويا راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، راه المواطن الضعيف مسكين راه ما لاقي مسكين ما ياكل، راه اللي خدام ب 50 درهم اش غادير له هاد 50 درهم، واللي خدام ب 60 درهم اش غادير له هاد 60 درهم، راه لا اله الا الله، واش ما حيلتو للزيت ما حيلتو للسكر ما حيلتو للسميده ما حيلتو للطحين ما حيلتو لهادي ما حيلتو لهادي ما حيلتو للمطيشه، المطيشه اخويا نقولوا حنا كاين شويه ديال الجفاف ياك، ولكن ما توصلش ل 12 درهم 13 درهم 14 درهم، علاش داخلين فيها السماصريه مطيشه كاع نقولوا حنايا غتوصل لواحد 4 درهم ونص 5 درهم 6 درهم نقولوا كاع في هذا الجفاف حتى 7 درهم، ولكن داخلين فيها الناس المصريه تيشدوها بثمن وكاينين اللوبيات داخلين في هاد الامور تيشدوها بثمن وتيردوها بثمن، بحال دابا مسكين الانسان اللي خدام ب 50 درهم اش دير لهاد 50 درهم، هي جاي شريها كيلو ديال المطيشه وكيلو ديال البطاطا وكيلو كذا وداك الشيء، فين هو الزيته فين هي بوطه فين هو طحينه فين هو ميشري لوليداتو فين سميتو، ولكن هاد الحكومه راه خاصها تدخل، حنا طلبنا حنا شنا هاد الحكومه بالشعارات ديالها بالامور ديالها بالله غادي تعاون المواطن الفقير وغادي تكون من حاله، الساعه لا اله الا الله محمد رسول الله ما شنا والو، كنا تنتسناو منها الخير، الساعه ما بان خير مع هاد الحكومه، انا نهضروا واقعيين، مازال الحكومه اللي قبل ماشي هاد الحكومه ديال سي عثمان، الحكومه ديال بن كيران كانت حكومه في المستوى كانت حكومه في المستوى ما كانش هاد الامور، حنا نقولوا زياده عالميه ولكن ما توصلش لهذا المستوى، وماشي كل 3 ايام كل يومين، ودابا اللي عنده 5 ولا 6 ديال النفوس في الدار راه لا اله الا الله، راه الدراري الصغار تياكلوا، راه ماشي بحال الكبير تياكل شويه وكذا وكذا، ولكن الدراري الصغار راه مساكن تياكلوا، ولا اله الا الله محمد رسول الله، واحد الانسان تنقول لك انا واحد الانسان واحد المواطن ضعيف خدام 70 درهم في النهار، وهاد الحكومه تشوف بعين الاعتبار في هاد الانسان اللي خدام مسكين ب 70 درهم النهار، اش غدير له هاد 70 درهم؟ كاري عنده وليداتو خصو ليكوش خصو الحليب للدراري اش غدير له هاد 70 درهم؟ راه يملصق مسكين وصافي، راه عنده واحد الموت بطيء تيموت بشويه 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 بشويه، راه شوف سير شوف المحاكم ديال القضاء والاسره، راه وقع الطلاق وقع بزاف المسائل، واش مسكينه المراه تقول الراجل جيب لي هادي وهادي هادي هادي، الراجل الله يحسن العوال تيقبض واحد 70 درهم ولا 80 درهم، اش غادي دير لهذا الانسان؟ علاش هذه الحكومه ما تعاونش هذا الانسان الفقير؟ علاش هذه الحكومه ما تعاونش الارامل؟ ما تعاون المطلقات؟ زعما خويا اش غادي نقول لك، راه المواطن ها هو دابا دخل سيدنا رمضان، تشوف الاسعار كي غادي تولي عاوتاني. اخويا شريت انا يا موالف تنشري جوج كيلو ثلاثة كيلو شريت نص كيلو بزاف عليا، الله نشري اخويا اليوم نص كيلو وغدا عاوتاني حلا نشريو نص كيلو بزاف عليا، والدجاج عاوتاني تتشري في الروج كنت تشري بواحد 28 درهم 32 درهم كذا، دابا ولا عندك في الروج ب 60 درهم 65 درهم 20 درهم اليوم الكيلو نمشي نقول اخويا عطيني نص كيلو ديال الدجاج ولا عطيني ربعه ديال الدجاج ونضمق بها، راه بزاف هادشي ماشي واكل العصا فوق العصا، راه خصنا حنايا خص سيدنا الملك ديالنا حنا تنبغيو وتنحبوه خصو يتدخل في هاد الامور، راه المواطن مسكين راه لا حول ولا قوه الا بالله، اش سير دور تشوف القهوه الناس هي مقرقره في القهوي ما كاينه لا خدمه لا والو، بخصوص هاد المدينه مدينه مكناس راه ما كاين فيها لا معامل لا والو، راه شي ملصق معاشي البيس ديالنا تزاد، المسائل ديال الالكترونيك تزاد، التليفونات تزاد وزادوهم 33 في الضريبه، يعني انسان تزاد في الشحن قلنا ماشي مشكل في التعشار وزادوهم الضريبه ديال الالكترونيك، دابا التليفون دابا تتبيعو كنا حنا التليفون تنديو فيه واحد 50 درهم 40 درهم دابا تنقلبوه على 20 درهم في التليفون، التليفون تتخلصوا مثلا ب 32000 يمكن لك تبيعو ب 32400 تتقول اللهم هذيك ال 400 نعاون بها الوليدات وهذه وهذه ولا شي زيرو درهم، اخويا ما موجدين والو اخويا، راه اللي دار الله هي اللي كاينه ما موجدين والو، فهمتي حاليا راه ما موجدين والو، اخويا حنايا الرساله ديالي للمسؤولين خصهم يشوفوا في الطبقه الفقيره.
خصهم يشوفوا الطبقه الفقيره ويدخلوا ويشوفوا الناس ويشوفوا في هاد الارامل المساكن، يشوفوا هاد المطلقات مازال حنايا راه عايشين باش معط الله الحمد لله، راه كاين اللي مثلا اللي زيرو درهم تحتنا حنايا، يشوفوا هادوك الناس يشوفوا من حاله. هاد الحكومه كنا حنا منتظرين منها واحد بالشعارات ديالها بالمسائل اللي تتحط ديال الشعارات ديالها بالامور ديالها، كنا حنا منتظرين منها واحد الامور مزيانه ولكن ما شفنا والو اخويا. منين دخلات وهي الزيادات راه كاينين، دول تيساعدوا المواطنين ديالهم، فلكن الزيادات كانت واحد الزياده الدوله تدخل شي شويه ماشي يحيدوا المقاصات، يحيدوا بحال دابا مثلا هي البنزين تزاد، كاينين دابا مساكن قدامنا موالين اللوندات، راه كاين الانسان اللي ما تيسفلش بيومين بثلاث ايام اش غادي يدي لوليداتو، ها هما قدامنا هنا موالين اللوندات، كاين الانسان اللي مسكين يومين ثلاث ايام ما تيسفلش، ما تيصور حتى شي بريكول، تيجي عندو الانسان تيقول لي ديني لهنايا، تيقول لي مسكين 30 درهم، 30 درهم غادي يدي تما شحال غاتشيط له؟ غاتشيط له 10 درهم ولا 160 ريال؟ اش غادير له هاد 160 ريال؟ عندك شحال ليترو دابا ديال ليزاز 260 غيمشي بجوج يطرق يمشي ويرجع بجوج يطرق شحال تشيط ليه 500 ريال تشيط ليه 100 ريال من غادي يديرها تيقول لك اللهم ما نمشيش نبقى جالس شوف اخويا هاد المساله اللي قلتي مهمه بالنظريه ديال هاد الصحاب ديال نقل البضائع دايرين الاضراب ولات الخضر شويه مرتفعه ولكن تاد اصحاب النقل البضائع انايا تنحترمهم علاش هاد الناس هما ما تيشيط لهم والو واش غيضرب لك فياج من اكادير مثلا المكناس ولا من اكادير الكازا وتشيط ليه 100 درهم ولا 150 درهم اش غادي يدير بها اللهم يريح الا عنده شي 4 الا عنده شي 20000 ريال ولا 16000 ريال ياكل هاتي تيسهل مولانا واش غادي يضرب مسافه ديال الطريق باش غادي يشط ليه واحد 100 درهم ولا 150 درهم ديالاش ديال السهر ديالو ديال التماره ديالو ديالاش اخويا تنقلعوا باش ما الله الكليان مسكين راه ليله يلاه راه ما تيحس بالضعيف الا الضعيف راه تتحس بالانسان راه تيجي دابا مثلا الانسان تتقول له تيليكوموند دايره 20 درهم وزاد كنا تنبيعوها ب 15 درهم وتزاد تقول له مثلا ب 20 درهم تتشوف فيه تيتالم تيقول لك اخويا راه عندي 15 درهم تتبقى تشوف تتعيا تتحس به راه تحس به تتكون في قلبك شويه ديال الرحمه راه تقول اخويا سير الله يسخر لك ياك هي سير دي انا واخا ما نربحش معاك ماشي مشكل الحكومه اخويا تدخل الا بقات غادي على هذا الحال راه البلاد غادي اللور اللور فهادشي ديال الاسعار وهادشي ديال سميتو غادي وبغينا سيدنا حنا تنحبو وتنبغيو بغينا يدخل فهاد الامور وشكرا اخويا اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة